تلعب يا ابن الحلال. هي عطى الو اتحداك يا شيخ يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه صار الليل يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه صار الليل يا ابو ثلاثه. اوف 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 يا عيال وين ثلاث الفجر يلا بمشي انا سلام. اربك فديتك حركات الخوم دي ما تمشي علينا يوم انهزم قال بمشي. ايه انت ما عندك موعد بكره متى حتنام؟ عامر عامر سمي يبا سم. وينك يا زين الساعة؟ الساعة كم؟ الساعة 11 يا ثور. وين 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 يا الحبيب؟ وين أنت بدرعم؟ عندي اختبار وظيفة. لا يا حبيبي تأخرت راحت عليك يلا يلا داوي لي 3 شهور انتظر هالموعد تكفى تكفى تهز الرجاجيل دخلني. بلا تكفى بلا كلام فاضي أنت ما احترمت الوقت قلت لك داوي. بذمتك ما قد حصل لك موقف في حياتك زي كذا؟ جبتها على الجرح يوم عرسي تأخرت عليهم في القاعة تصدق يا شيها. أتحداك يا شيخ ودخلوك أقول لا تمون داور يلا هذا نظامك يا أخوي يرحم أمك دخلنا ترى تأخرت. شو دخلني أنا كلم ذا التفخ. لا يا شيخ حتى أنت معه يلا 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 توكلوا على الله يلا يلا ما عليك منا خابر لك وفية تدور سعودة شو رايك؟ قدام يلا همش. ياسر انت وراك عكس الناس تعشيتوا؟ اي تعشينا وانا بنرقد وحضرتك توك تصحى الحين تو يبدا يومك. شو الفرق لو رقدت الحين ولا قمت الصبح نفس الشيء؟ يا ولدي خاف الله الله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. شوف لك حل في نفسك يا اخي. ان شاء الله يبا ان شاء الله. طلع النار يا كابتن. سفينة مو إنسان. كفتة. إي النهار طلع. الساعة كم؟ الساعة 11:30. أوف اليوم خميس كمان؟ الوالد عنده عزيمة خليني ألحق أقول لك. طيب يا أخي قول تفضل تقول تفضل حاجة. صديق ايه فين روح انت؟ راح صلي جمعة. ايه اليوم خميس ترى. يا مجنون انت ما في معلومة اليوم جمعة؟ يخرب بيت النومة من الاربعاء للجمعة مونديال يا معلم. شكرا شكرا. ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ ما هذه الفوضى؟ سيدي الرئيس ما الأمر؟ انظر فوضى؟ ما الذي يحدث؟ عالم لا يحترم الوقت، أمة لا تحترم الوقت، أمة لا تستحق الحياة. لابد أن نجد له محلا. ليس لنا إلا تايمان واحد أحضريه لي. حسنا. نعم يا سيدي. اسمع هناك مهمة صعبة سأكلفك بها وبصراحة لا يستطيع أحد غيرك القيام بها. بالخدمة يا سيدي. انظر انظر إلى تلك الفوضى العارمة، انظر إلى ذلك العالم الذي لا يحترم الوقت، انظر انظر إلى تلك الأمة التي تعيش على مزاجها ولا تحترم الوقت ولا الزمن. أتمنى أن تستطيع السيطرة عليهم. أمرك يا سيدي.
حول ولا قوة إلا بالله، تأخرنا على الدوام. يا أخوي أنت اللي لاطعني ساعة عند الباب، أكيد أنك نايم متأخر أمس. لا تأخرت ولا شيء. أهلاً وسهلاً يا صديقي، أين أنت يا رجل؟ لم أرك منذ مدة. آخر مرة أذكرك فيها عندما كنا في الكوكب في المجرة 17، من ذلك لم أرك، فأين ذهبت؟ دحل الله، لقد أرسلوني لبشر لا يحترمون الوقت. أعانك الله يا صديقي. أما بالنسبة لي فأنا هنا ليس لدي أي مهام شاقة، فإن الناس هنا يحترمون الوقت. لو اقترضنا سينو من الناس، لديه موعد الساعة 4 عصرا، وكالعادة سوف يتأخر على موعده. لنجعل وقت مرنا ونأخره قليلا، لنجرب. بسم الله نبدأ. ناول يا فقي ناول! أخي العب هنا، العب هنا! شوت شوت! إيه يا أخوي حرام عليك! والله أني أحسن منه أنا! إيه خير القديمين! المباراة منتهية لنص ساعة! أقول أسكت بلعبات خلينا نتابع المباراة! العبيط أنت! المباراة 3-0 للنصر! يا شيخ روح! روح أنت يا حبيبي! شايفة في الاستراحة اللي جنبنا! وبالأمارية الآن موجود عندهم برنامج كورة! تعال لا تنظرني، تعال شفها! أمش قم قم! أخي مع كامل الاحترام والتقدير، لجنة التوثيق غير منصفة، نتائج لجنة التوثيق غير مرضية 80% من الشارع السعودي. يا سببت تعصب، سببت والله مصادق، سببت المصايب. حط اللحم. هجيب والله وأضيف البيضة. حتى من رمج الطبخ مكان المصارعة ما يصير دائما أكل. ألو وينك؟ ها بتجي الغداء شوي وبيجهز. يا بنت الحلال وش غداء الحين؟ في غداء الحزة تونا الصبح. تستهبل أنت؟ الحين الساعة 2:30، ترى أقسم بالله إذا ما جيت تتغدى رايح أبيت أهلي. عجزت معك يا أخي، يوم تقولي بدري يوم متأخر، ومرة ما أدش قاعد تقولي، وبعدين معك يعني وتاليتها، وش سوي وش الحل؟ خير يا دكتور، ما تدري ان في مرضى يحترونك؟ انا جاي في معادي، العياله بتفتح الساعه 4 وفضل 10 دقايق لسه. وكم الساعه الحين؟ الساعه 53 دقيقه. تستهبل يا دكتور ولا ساعتك تستهبل؟ الحين الساعه 5:30. لا يا حبيبي الحين الساعه 7:30. تكذب انت وياه، الساعه 6:15. مستشفى امراض عضويه يا جماعه، تعزم مستشفى الامراض العقليه في الشارع اللي ورانا. ايه ماذا يفعل هذا هناك؟ لقد أحدث فوضى أكثر مما قبل. الحالة حرجة جدا، يحتاج إلى دعم. لابد من الحديث مع التايم مان 2، يجب أن يذهب عليه ويساعده. ليس لديه شيء نفعله هناك.
حول. نحتاج دعمكم ومؤازرتك للتايم مان واحد. سمعا وطاعا. سنذهب الآن إلى تايم مان واحد. شكرا. ماذا فعلت يا تايم مان واحد؟ ذكرتك أمك. ما هذا؟ الوقت متأخر جدا، ألا ينامون؟ تفضل يا رجل، فهذا أقل من واجبك. أشكرك. ولكن ألهذه الدرجة الناس لا تحترم الوقت هنا؟ يا رجل، الناس هنا لا يحترمون الوقت بتاتا. ولكنني أؤمن أن هناك حل لهذه المعضلة. وما هو؟ خطط بدون وقت. لم تخطر على بالي من قبل. أظن أن هذا هو الحل الوحيد لنجعل الناس هنا يحترمون الوقت. السلام هلا ابو عامر. هلا ابو ياسر، كيف حالك حبيبي؟ اقول يا ابو شكر. هلا يا اخوي، الساعه اني اختفت ولا ندري متى اصلي. والله حتى انا شايفين حتى اقارب الساعه ما ادري فين راحت. يا اخي والله شيء غريب، شيء غريب. انا اذكر ايام زمان الناس كانت بالشمس وبالظلال وبالنجوم، الظلال تدلهم يا اخي. طيب كيف نصلي؟ نصلي تدري عاد مشينا انا المسجد اللي بنلقى حل هناك. توكلنا على الله. يلا. ومن بعد الوقت هتعطف الايام. هاي كفتة، الساعة كم الآن؟ الساعة الآن 3:30. كفو يا كفتة، خليك هنا لا تتحرك، نحتاجك. ياوا. هاي تفضل يا صديق، حاسب وإن شاء الله نهاية الشهر أعطيك الفلوس. بيصب نوتشالي هنا جاي، خلاص لازم يدفع فلوس، هذا الشهر خلص. حبيبي حبيبي تعال شوف، لسه باقي عشان ينتهي الشهر، باقي 5 أيام. بانش بانش بانش. لا 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 لا، ما في 5 أيام، 10 أيام باقي، 10 أيام كامل. شوف هذا 10 أيام باقي، خليه يولي 10 أيام. خلاص دم ما في، انت يشتري يجيب فلوس. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير وشي؟ الله جابك يا ابو عامر. هيا تعال حكم. يقول الصديق ذا انه الشهر انتهى. بالله انتهى الشهر؟ هي من زمان، من تعرف الظهر اظنك الشهر له 5 أيام منتهي. شوف شوف انا ما في كذابه، جيب فلوس يعني جيب فلوس. ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا الزين، وش هالحلاوه ذي؟ ها ارتاح ارتاح ارتاح. اللي على فكره يا روحي، اخر العنقود متى بيشرف؟ لحظه. ايه 10 أيام ونص. ونص؟ ايه. ما شاء الله ما شاء الله. اسمع انت وياه، هذه 3 جيسه، واحد اللي كانت يا عامر، وواحد اللي انا وامك، وواحد اللي اختك معها. من جدك يبا؟ اتحداك كان جبت معهم دجاج، منها منبه وبيض. يا ابن الحلال خلهم بالحوش وفكنا من ريحتهم. ما انا بمخليها بالحوش، خلوها بغرفكم وعند روسكم على كمدينياتكم علشان صحيكم صلاة الفجر. خذ. افا تخافون من ديتسا؟ الأمر يزداد سوءاً يا سيدي. ما أراه لا يمكن السكوت عنه. جهزي لي المركبة، سنهبط إليهم. حسناً. يا رجال ترى جننوني، أروح بهم يمين يروحون يسار، أروح وراهم يسار يروحون يمين، يا رجال ما منهم فايدة. يا رجال طنش تعيش تنتعش. انزل انزل اضرب اضرب. ما شاء الله ما شاء الله، قلبتم الدنيا رأساً على عقب؟
والآن هنا أنتما تأكلان. لقد فعلت ما بيدي ولكن لا جدوى. أطال الله في عمرك، جربنا جميع ما علمتنا إياه من تكتيكات وتكنيكات ولم تنجح. حسناً، سأجرب الأمر بنفسي، أما أنتما فمفصولان. أضرب أضرب أضرب. بسم الله. يومين ثلاثة ويجي نفس المأذون. أيوة طب. آه وخلاص. دي البطيخة. بطيخة إيه؟ قولي منصورة حضرتك. شفتك الفوازير أول بس أكمل دك خشو. كفو كفو. الساعة ثلاثة يا جماعة، خلاص خلاص أبي إذن الفجر، ما نبلع ببسمي يا رجال. ما حد درع الوقت ولا حد درعك يا رجال. اهتمك لي، خلنا نلعب يا رجل. تكفى خلنا نلعب الوقت يا رجل، بنلعب فيه. اقول لك الوقت خلاص متاخر. طلبتك يا عم، ما حد درع الوقت. تكفى تكفى طالب، تكفى. سكة واحدة، سكة سكة واحدة. صوت طلب سكة. هجي هب البراد وزانت النفسية والروح والمشاعر حية، والغيم غطت بيها السحرية، جادت لك الابيات يا مغنيها. I'm gonna